هذه الوقفة الاحتجاجية المتضامنة والمؤازرة للشعب الفلسطيني ولمقاومة في غزة. هذه الوقفة هي فيها فرح وتضامن وحزن ممزوج في هذا الأسبوع وفي هذه الأيام التي مرت على إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة. نقول اليوم أن الوقفة اليوم التي نظمت من طرف مجموعة من الهيئات المدنية والنقابية هي اليوم تعبر عن التضامن المطلق والتضامن اللامشروط مع نساء ورجال غزة الأبية. نقول كذلك بأنه لا يمكن أن نقف وساكتين دون أن نعبر عن موقفنا المتضامن مع هؤلاء إنهم إخواننا وأخواتنا. المغاربة عرفوا عبر التاريخ من موقفه من القضية الفلسطينية، والملك محمد السادس الذي هو رئيس لجنة القدس عبر فيما مرة من أن القضية الفلسطينية وقضية الوحدة الترابية هما سيان، هما في مركز اهتماماته، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يثني الشعب المغربي عن التعبير عن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية وعما يقع في غزة. نفتخرين هذا اليوم كل افتخار، وفرحانين أننا جينا اجتمعنا في هذه الساحة المباركة، ساحة القدس، جينا باش نعبروا على التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني ومع النضال ديال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر. هذا الشعب الذي يعاني منذ أكثر من 70 سنة وهو تحت نير الاستعمار، استعمار الصهيوني الذي أذاقه أشكال من التعذيب وأشكال من الحصار وأشكال كثيرة من العذاب وأشكال كثيرة من الظلم والاستعباد. هذا الشعب الفلسطيني الذي خرج على بكرة أبيه، خرج لكي يعبر للعالم أنه قد فاض كيله من هذا الاستعمار، وبين من خلال مقاومته الباسلة، مقاومته القوية، مقاومته التي تبين للشعب الفلسطيني وتبين للعالم الإسلامي والعربي وتبين للعالم كله أنها مقاومة إن شاء الله حتى الفتح وحتى نزع هذا الاستعمار وهذا الاستكبار وهذا الاحتلال الغاشم، الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين. اليوم نلاحظ سكوتا غريبا ومريبا للمنتظم الدولي على ما يقع من قصف وعشوائي ومحرقة كبيرة لقطاع غزة بتدمير المنازل والعمارات السكنية والأبراج، وكذلك من قتل الأطفال والرضع، وكذلك من قتل النساء والشيوخ والعجزة. نقول اليوم أن قطع الماء والكهرباء والغداء على هذه الملايين من الناس يعتبر جريمة إنسانية، جريمة في حق الإنسانية، جريمة نكراء، محرقة جديدة لا يمكن إلا أن نندد بها وأن ننكرها وأن نستنكرها. اليوم الشعب المغربي وسوس العالمة وعاصمتها أكادير تعبر بكل مصداقية وبكل قناعة بأنه لا يمكن إلا أن نقف وقفة رجل واحد متضامنين مع أهلنا في غزة، متضامنين مع أهلنا في فلسطين حتى التحرير. دولة فلسطين التي تعاني منذ أكثر من 70 سنة وهم الآن يقولون كفى، وهم الآن يقولون يكفي هذا الظلم وهذا الاستعمار وهذا الاستكبار وهذا الحيف، وأن العالم يكيل بمكيالين. كلما جاءت قضية فلسطين إلا وأدار وجهه، كلما جاء الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم ويقاومون ويطلبون من العالم أن ينصفهم إلا وأداروا ظهورهم وأكالوا بمكيال مقارنة مع الشعوب الأخرى التي ما فتئت إذا قيست أو احتل جزء من أرضها أو وقع أحد من أفرادها تحت ظلم معين إلا وقامت الأرض ولم تقعد، وقام الغرب كله ولم يقعد. إن دعاة التطبيع ودعاة الصهيونية الجدد لا يمكن إلا أن يغيروا موقفنا من القضية الفلسطينية. الشعب دائما مع فلسطين، وليس أدل على ذلك الوقفات التي مرت في مجموعة من المدن المغربية
وندعو من هذا المنبر إلى الحشد، إلى الوقفة والمسيرة التي ستكون يوم الأحد 15 من أكتوبر في الرباط إن شاء الله تعالى، لنسمع العالم كله ونسمع العالم كله أن المغاربة والشعب المغربي موقفهم واضح وصريح من القضية الفلسطينية. وعاشت فلسطين وعاشت المقاومة، وتحية للجميع. نحن الآن نقول لكافة الشعب المغربي من خلال هذه الوقفة المباركة أننا مهما زيفت الحقائق نحن مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، نحن مع تحرير فلسطين في كل شبر من أرضها، نحن معهم إلى أن تحرر الأرض إن شاء الله. ونقول من خلال هذه الوقفة للعالم العربي والإسلامي أن الشعب المغربي لن يبدل مهما كان هذا التطبيع الذي لم يرضه أبدا، نحن لن نبدل موقفنا تجاه هذه القضية، قضية التي يراد أن تقال القضية الفلسطينية، ونحن نقول قضية إسلامية. فلسطين أرض إسلامية، فلسطين أرض عربية، وسوف تبقى إن شاء الله في قلوب الشعب المغربي وفي قلوب الشعوب العربية والإسلامية إلى أن تحرر إن شاء الله. ونقول كذلك من خلال هذه الوقفة للعالم كله وللغرب خاصة، وللغرب خاصة، مهما تكالبتم على هذه القضية ومهما أيدتم الصهيون ومهما أيدتموه فلن تنزعوا هذه القضية من قلوبنا، وإن شاء الله نحن مع المقاومة إلى التحرير، والله أكبر ولله الحمد. أكتوبر 2023 بساحة القدس في الداخلة أكادير. عقب هذه الوقفة عبر المشاركون فيها عما يلي: تهانيهم للشعب الفلسطيني البطل ولجميع فصائله المقاومة الأشاوس بنصرها التاريخي على العدو الصهيوني، إدانتهم للإجرام الصهيوني الأعمى الذي تحلل كعادته من الأخلاق والقيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.